حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت اللجنة القانونية في البرلمان عن معرقلات تشريع قانون الموازنة، مبينة أن بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه أن تكون الموازنة لسنة واحدة. وقال عضو اللجنة أميد محمد إن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تدعو لأن تكون الموازنة لسنة واحدة فقط، خلافا لمشروع الموازنة المرسل من قبل الحكومة والذي اعتمد لموازنة لكل 3 سنوات، ما تسبب بتأخير إقرارها، مضيفا أن تعديلات الموازنة داخل اللجنة القانونية تحتاج نحو 1 شهر ومن ثم توضع على جدول أعمال الجلسة للقراءة الثانية ثم التصويت عليها في حال لم تتعرض لأي عراقيل. أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق أحمد الصفار أن هناك حديثا عن زيادة الرواتب ضمن سلم الرواتب في الموازنة، وأنها إن تمت ستثير مشاكل اقتصادية كبيرة ومؤثرة. وأوضح النائب السابق أحمد أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى المزيد من التضخم وسوف تكون سلبياتها أكبر من إيجابياتها، مبينا أن التعديل المطلوب هو تقليل الفوارق بين راتب وآخر، وليس الهدف هو تحقيق المساواة بل تحقيق العدالة، وأن سلم الرواتب ثابت ولكن ما يؤدي إلى الفوارق هو وجود المخصصات، وهذه هي المسألة التي تحتاج إلى إعادة النظر وليس سلم الرواتب. أكد خبراء اقتصاديون أن سلم الرواتب يحتاج إلى إعادة النظر فيه في مشروع قانون الموازنة القادم لتحقيق عدالة بين جميع الموظفين، وتحديدا بما يخص المخصصات التي تضاف على الراتب الأساسي. ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء قولهم إن هناك موظفين في وزارة يستلمون 4 أضعاف رواتب أقرانهم الموظفين في وزارة أخرى، على الرغم من أنهم بنفس الدرجة ونفس الشهادة وذات الخبرة والعمر وعموم المؤهلات الأخرى، مبينين أن زيادة الحد الأدنى للرواتب مع المخصصات ليكون بحدود 425,000 دينار هو أمر مقبول، لكن يجب البحث عن إمكانية رفعه قليلا بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة. قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن 600,000 عامل في العراق فقط مسجلون بالضمان الاجتماعي من أصل أكثر من 6 ملايين عامل. وأشارت الوزارة إلى وجود خلل وخسائر في صندوق التقاعد وضمان العمل في وقت أكدت وجود 100,000 متجاوز على شبكة الحماية. أكدت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق بشكل متزايد في شهر رمضان، وقالت الوزارة إنه سيجري تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة. كما أشارت الوزارة إلى أنها سمحت أيضا باستيراد لحوم الدواجن من الخارج لتحقيق توازن بالطلب المتزايد على اللحوم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية هو الموجز الاقتصادي في أمان الله.